اول ما شافت عيني يا ابني. جاي الواد مديهاله من اول رقبته من ورا لحد خد ايه؟ الحكومه هو وعمامه قالوا له خد حقك من محمود. جه لي عليه وهو بيشرب طلبوا حقنا من جنب السنان. سنسيب حقه انا لازم بيجيب الاكل وانا رايح له. اتقتل خيانة. انا صاحب اخويا الله يرحمه. الله يرحمك يا محمود. سنسيب حقك يا محمود. ايه اخر حوار ما بينك وما بينه؟ ايه اخر حوار؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انت شفت طيب الوضع وشفت اللي حصل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حاسس انا لو شفته ما كنت سبته. لو شفت اخويا وهو بيموت ما كنت سبته. ايه اللي حصل طيب؟ كنت سبته. حسبي الله ونعم الوكيل. طب قول لنا بس. حسبي الله ونعم الوكيل. اي حد وصل الواد بسبب واحدة اي حد وصل الواد ده على اللي هو يموته مش هيتساب. مش هيتساب. وصيل بسبب واحدة بيدافع عنها. بيدافع عن عيلة غلبانة. بيدافع عن عيلة غلبانة. عيلة غلبانة. عيل ابن حلال وغلبان. حسبي الله ونعم الوكيل. بيدافع عن واحدة. بيدافع عن عيلة غلبانة. كان المتهم كان بيعاكسها في الشارع. المتهم كان بيعاكسها. هو كان بيرخم عليها. هي من المنطقة. اسمه ابراهيم اللي قتله. ابراهيم بلح. ابراهيم قرنص. يعني هما كانوا مترابطين. انا والدي برضك ساعات تيجي لي جواب ياكل محمود. ده كان قاعد مع محمود. انا كنت محمود قاعد جنبي. محمود حاك مش هيروح يا محمود. واحده واحده حاك مش هيروح. محمود كان بياكل مع ابن عمرو. وابن والواد المتهم عمه قبله. خش خد حقك منه. راح جري عليه قتله في دقيقه وربع. ما كانش سابون ده. هما كان ابني وجوزي وعيل تاني. بس هو قتلوا في وسط الشارع. قتلوا في وسط الشارع. ما حدش هو ماسك كوبايه الميه وفي ايده الشندوتش قطعوا له الاكل. ما حدش حاول ان هو يتدخل. ما بقول لك في ثانيه في ثانيه. هو لو حد اتدخل كان ده حصل. طب انت اصلا عارفه المتهمين؟ ما كانش ده حصل. عارفه الاشخاص اللي هم اتعدوا عليهم كلهم. عقبال ما خده بيشرب بالكولمان وبيحط الكوبايه راح جاي واخده تحت بطنه. طب هو كان في اصلا خلافات ما بينها قبل كده قديمه. هو ما احنا ما كناش نعرفه. ما نعرفوش اصلا. احنا ما نعرفوش في حياتنا. يعني هو اتضايق ان هو كان بيدافع عن بنته. هو اتضايق. انت مالك يا تخصك؟ انت ما نعرفهاش. طب انت بتتكلم ليه؟ هو عشان بيتكلم. طب انت بتتكلم ليه؟ واحده جارتنا. واحده يعني واحده بيعاكسها في الشارع زي ما برضه لو كان ماشي في الشارع واخته اتعاكست كان هيعمل كده. هو دفع ثمن الجدعنه وان هو يدافع عن بنته. بالظبط. هو ده هو ده نصيبه. احنا نفسنا بس ان هو يجيب له حق. احنا نفسنا ان هو يجيب له حق لان هو ما عملش حاجه وحشه في حد وما بيعملش حاجه وحشه في حد. احنا نفسنا كده ان هو ينام نومته وما يلاقي حد يغسله والواد ده ياخد الاعدام. هو يقرب لك ايه؟ او انت تعرفيه؟ هو اخويا وصديقي وابن منطقتي. منطقته في المنطقه يعرفوا بنت منطقته. جارنا جدع ومعروف عنه. جارنا ده جزاته يعني ولا ايه؟ خدوا غدر من ظهره وهو بيشرب. ابني كان بيفطر وقام ما كملش الفطار يشرب. خدوا الاربعه من ظهره غدر. طب ايه السبب الحاج؟ هم كانوا يعرفوا كان في ولا ما فيش اي حاجه خالص. ده ابني في المطعم بيجيب اكل والواد الثاني ده كل شويه عاكس بنت كله عيب اعتبرها اخطر. ده نام خزن ومشى وراه. هو اصلا مش محبوب. راح يقول له راضي نفسك عمه. وراح جاب عمه وابوه واحد معاه ويقول له راضي نفسك. راضي نفسك خد اذبحه وموته. طب هما كانوا يعرفوا بعض او ما يعرفوش بعض خالص. مفيش اي صله. هي العيله دي حبسجيه وبلطجيه هناك في المنطقه. الحكومه سايباهم ليه ما اعرفش. عيله في خضره. بدايه الوقعه طيب كانت امتى؟ كانت امبارح. مطعم من يومين ثلاثه. وجات امبارح ابني راح شافه في المطعم. ابني كان في المطعم. الواد ده نام اترصده ومشى ورا ابني. طب ايه سبب الترصد؟ ترصده ليه ان هو يقتله؟ عشان قال له عيب ما عيب ما تص...
ما تعاكس بنات. يعني هو كان بيدافع عن بنت ما بنت يعرفش بيها بنت يعني. ما يعرفهاش هو الواد ده كل شويه له كده يمسكوه مع بنت وكله كل شويه كده الحته هناك في المنطقه كل شويه يهددوا في الناس وشغل بلطجيه واجرام. كان بيدافع عن بنت يعني من الطرف اللي بنت ما يعرفهاش يعني هو معروف ما بيسيبش حد وبيسيبش حد وبيدافع عن بنت وشفت الناس عامله حتى كمان يعرفهاش. ما يعرفهاش ما كانش بيسيبك ولا كبير ولا صغير ابني ما بيسيبش حد. طوب الارض بيعيط عليك يا ابني طوب الارض بيعيط عليك يا ابني. طب ايه اخر لقاء ما بينك وما بينه حضرتك؟ كان نايم وقايم بقى نايم كل شويه يخش ويخرج زي ما يكون كان بيودع زي ما يكون كان بيودع الدنيا. ايه اخر حاجه قالها لك؟ ماشي حاجه وقام صاحب كان نايم وقال رايح افطر مع صاحب زي ما بيروح يفطر معايا يا ريتنا ما نزلناه يروح يفطر يا ريتنا ما نزلناه يقول ولا يروح يفطر. كان قاعد عمال يهرج مع اولاد عمه ويضحك بيهرج مع اولاد عمه وعمال يضحك معاهم ويقول لهم انا ما عدتش اهزر معاكم تاني زي ما يكون كان حاسس قلبهم. كان في فيديو منشور على موقع التواصل لحظه الاعتداء على الشاب محمود صاحب ال 21 عام. احنا شفنا الفيديو وهو بيتعمل بالسكين هو بيذبح وابني واقف وابني واقف ساكت ابني كان مسلم. يا ريت كان في ايدك حاجه يا ابني كنت دافعت عن نفسك. هو خد اخواته كمان خدوه غدر من ورا هو واقف بيشرب دمه بقى مصطفى. طب المتهمين الاربعه حضرتك قلت ان هم اربعه مسكوا واحد بس والباقي هرب بقى هربان بيهددوا في الناس اللي بتشهد. طب هي سبب بدايه الواقعه كده اشرحي لنا قبل اول الواقعه كانت بدات انت قلت لي كانت في مطعم وان هم كانوا بيتحرشوا او بيتعدوا على بنت فهو ده دخل بعديها بيوم ولا اللي بعديها الحادثه دي حصلت في يوميها هو كان رايح يجيب فطار وبيفطر يعني كان رايح يجيب فطار كلمه بعض عند المطعم وهو كان هو لوحده اصلا يعني كانوا مع بعض عند المطعم كان هو لوحده. الواد راح جاي متصل بعمامه عمامه الاربعه جم وفضلوا ماشيين ورا يعني الكاميرا جايباهم وهم ماشيين هم الاربعه وراه قاعد بيفطر مع عم ابن عم سمير وعم سمير لحد ما لحد ما يعني هم اصلا مترصدين له هو هم الاربعه وراحوا جايين على كده راح جاي عمه بس اللي كان باين اصلا في الكاميرا عمه اللي كان باين كلهم كانوا مستخبين عمه الواحد هو اللي كان باين راح جاي مطلع له المط وقال له خد ارضي نفسك. راح جاي الواد مديها له من اول رقبته من ورا لحد خد ايه؟ قال له خد المط وارضي نفسك ارضي نفسك يا دوبك خد المط من هنا وراح جاي مديها له من رقبته ورا لحد هنا وارضي نفسك عشان تموت حته عيل كده هترضي نفسك. وراح جاي واخد بعضه ومشي طلع عمل محضر ان هو الواد معور عور نفسه طلع عمل محضر. لا اله الا الله ربنا يصبر قلبك يا رب. ايه اخر لقاء ما بينكم يا حاجه كان انهر؟ كان نايم يا دوب صحيت الشطه ونزل صح كان نايم يا رب يا ريت. طب قولي لنا علاقته بيكي كانت عامله ازاي؟ او هو كان هو شغال ابن يما من بعد ابو يما هو عنده 21 سنه هو كان بيدرس او 23 سنه خريج يعني وهو خلص تعليمه اللي هو وما كملش وطلع كان بيساعد ابوه لما ابوه ما كانش شايل المسؤوليه كان بيساعد كان بر بيكي وبيساعدك ما كانش سايبكم لوحدكم كان شايلنا انا واخواته الاثنين واخوكي بخلف وخطب اقول له اتجوز يا محمود يقول لي لا ياما خلي اخويا الاول ياما انا مش عايز جواز الوقت. كان حاسس اني ماشي كان حاسس محمود اني هيمشي يا ابني اتجوز يا ابني يقول لك لا كان حاسس اني ماشي صح كان حاسس زفتي دي كان حاسس اني زفتي دي كان حاسس هيتزف القبر يعني صبر قلبك يا رب. طب انت بتطلب ايه يا حمد؟ عايزه العند عايزه اشيشني اذا ما ابني كده مات عايزه اشوفه متعلق في حبل المشنقه دي اللي هيطفي نار عايزه القصاص لابني عايزه ابني ينام مرتاح مش اربعه عليه وياخدوه غدر من ورا اربعه ياخدوه غدر كده من ورا وهو واقف. قلت له طب انت الدنيا ايه؟ قال لي قولي لعم سمير انا مش هسيبك. طب والكلام ده مسجل؟ الكلام انا تليفوني بزراير ما كانش متسجل؟ لا ومعرفش ان هو هيتصل. الشارع كله عارف ان هم مسجلين وحراميه. بس حضرتك كنت موجوده وقت ارتكاب الواقعه؟ ما كنتش موجوده كنت لسه ماشيه. هو لو كان حد موجود على الناصيه كانوا سابوهم مشوا؟
طب ايه سبب طيب اللي هو يقوم السبب كده؟ ايه مشاغرة عيل يعني عشان عيل بيشم عيل يذبحوه ازاي؟ هما شتموا ولا كان سبب ان هو كان بيدافع عن بنته من التحرش؟ بيتشكلوا يذبحوه بيتخانقوا يذبحوه. لا ما ينفعش. طب حضرتك بعد ما شفتي انت كنت بتقولي اول ما حصل الواقع انت ما كنتيش موجوده؟ ما كنتش موجوده. ابن اللي كان موجود شفتوا حاجه؟ طيب ابن حضرتك شاف ايه او ايه؟ شاف كل حاجه. ابني مغدود، ادي واحد هيموت اهو والتاني جاي وراه. لا بقى ان هم اتصلوا بيك هددوا. اتصلوا بيا سيد، اتصل بيا هددني. اهل ال بص عيالي خارجه عامله ازاي. انا بص عيالي خارجين عاملين ازاي عشان بيقولوا على النت ان هم ظالمين الراجل ده. كان بيعدي السواق ده فمحمود بيقول له بلاش. المهم نزلوا في بعض، جاب امامه وجه، وكان اخويا بياكل وابويا ومحمود الله يرحمه دخل عليه راح اسمه هاني، راح مطلع المطوه من جنبه ومديها للواد وقال له راضي نفسك وهو بياكل. اللقمه كانت في ايديه، لسه اللقمه ما اتبلعتش. كان عندنا مولود واحد اهو كان بيدافع عنه. ده بحور، ده بحور بياكل. خليكم على البوزيه بعد كده. كان بيدافع عن بنته. يعني هو دفع ثمن، كان الثمن اللي عنده. ما عملش حاجه اللي هم يموتوه يعني. هو ما عملش حاجه. عمل ايه؟ هو عمل ايه عشان يموتوه اصلا؟ هو ما عملش حاجه. هو اللي كان بينزل يفطر ويروح شغله، هو كل حاجه في الدنيا. كان بيمشي في الموت قبل ما يروح الفرح، كان بيمشي في اي حاجه في يطب يوم من الساعه 8 لحد الساعه 7 بالليل. على جوزك وقت الاول، خطيب اخويا كان نفسه جاهز اخويا اسلام. اخويا اسلام فرحه كان الشهر اللي فات عملوا له، كان نفسه جاهز اسلام ويفرح بيه. احنا عايزين بس هو يفرح عند الجنه عشان هو عارف في الجنه.